الإفرازات في اللغة الفرنسية غير التاريخ. كنت رايح الشغل غارة أول غارة طيران الروسي وغارة ثاني غارة فضرب مثل كيماوي ريحة غاز، الأطفال صاروا يبكوا دم عيوننا كلاتنا وعبلها ريحة اختنق، وفي بعض من النسوان كمان اختنقوا وريحة مثل غاز، يعني هيك أبشع من الغاز. احنا كنا باركين فحسينا مثل اذا طب هيك برميل. وقت اللي رقدنا نطلع ايش فيه شفنا مثل هيك غازات، غاز مثل شلون اذا فتح جرة غاز مثل الجرة، طلعت ريحة كثير قوية هي ريحة الكلور، ادى لاختناق كثير من بعض الاهالي، يعني اطفال ونساء ورجال، يعني كثير من اهل يعني اهل الحي محل ما نزل الصاروخ هذا الكلور كثير في عالم تأذيت.